طيب مثل العادة، هلا هون نحن عم ندرس فانكشن اعطاني اياه هو بس جرافيكالي، اوكي ما عم نعمل كالكوليشن شي، نحن ما عم نحسب، لا عم نعوض ب x ولا عم نعمل ليميت اني احسبه عوض انفينيتي نعم قاعدة. هيدي هي حلاوة انه واحد يعطيني جراف، بقرا عن الجراف شو بيطلع معي معلومات عن الجراف، حط له اياه للجواب. اوكي طيب، فبالسؤال بيقول لي اذا كيرف سي بي لو ريبريزنت فانكشن اف ديفايند اون ار، يعني ما عندنا مش هيك. اذا بتلاحظوا الاف بتبلش من فوق، هلا هون مقطوعه بس انه هي مادي لفوق لفوق، وعم تبلش تنزل من فوق، ترجع توصل للنقطه، ترجع تطلع توصل للنقطه، بترجع تنزل. اوكي فما في منطقه بالكيرف مقطوشه، يعني الكيرف هو سحبه وحده قطع وحده، عشان هيك قصدنا قصده هو ديفايند اون ار، يعني ما عندنا مش هيك كونتينوس سحبه وحده، هذا المقصد فيها. اوكي طيب بكفي بيقول لي تي از تانجنت تو سي ات اي، مثل ما شايفين التانجنت هيدا اللي عندي اياه الرسمي، اوكي هذا تي، اوكي تانجنت على نقطة اي، اوكي وقال لي بيمر بنقطة بي تحت اللي شايفينها. هلا بيقول لي السؤال يوزنج ذا جراف، يعني كل جواب اللي طلعوني وين على الجراف بدي جاوبه الاسئلة اللي عندي. اوكي خلينا نبلش بأول واحد، نهائيا هيدا الجراف اللي عندي اياه. بأول واحد كمان بدي بستعمل هيدا اللي بدي طلع ليميت على الماينس انفينيتي وليميت على البلس انفينيتي. هيدا نحسب نحن هيك أول شي ليميت على الماينس انفينيتي، برأيكم قديش بيطلع ليميت على الماينس انفينيتي؟ بلس انفينيتي 100%. اوكي اللي ما بيعرف كيف طلعت بكل اختصار اساس بتحطوا انتو القلم هون على الـ O، أوكي وبتمشوا بهذا الاتجاه، بنروح نحن على اتجاه الماينس انفينيتي. أوكي انتوا رايحين باتجاه الماينس انفينيتي، طلعوا على الكير هذا الأسود، نحن رايحين بهالاتجاه، شو عم يعمل؟ عم يطلع. أوكي عنده حد معين وعم يطلع شيء ولا لأ؟ لأ طالع بس طالع لفوق للأخير اللي هي بلس انفينيتي. أوكي فالليمت على ماينس انفينيتي اوكي لل اف اكس هي بلس انفينيتي. اوكي طيب هنا نبلش على البلس انفينيتي، مرة بروح بهذا الاتجاه، هذا بلس انفينيتي، نحن رايحين بهذا الاتجاه، شو بتلاحظ بالكير؟ 100% عم ينزل لتحت باخر، مظبوط بيطلع ماينس انفينيتي، ونحن رايحين بهالاتجاه الكير اللي قلناه عم ينزل ما عم يوقف المطرح معين، يعني ماينس انفينيتي. اوكي هون بس علينا نقول له فرام جراف انه ليمت على ماينس انفينيتي بلس انفينيتي وعلى بلس انفينيتي ماينس انفينيتي. اوكي طيب هذا بالنسبة لي لأول فرق. الفرق اللي بعده بيقول لي بدي اطلع الاف اوف ماينس 1، اف اوف 0، اف اوف 1 والاف برايم لل 2 والاف برايم ل ماينس 2، عفوا لل ماينس 1. خلينا نبلش اول شيء الاف اوف ماينس 1، شو رايكم فيها اف اوف ماينس 1؟ هيدي ماينس 1 قديش الاف على ماينس 1؟ يعني بمعنى 100% يعني بمعنى تاني بتطلع انا على الكيرف وين هو ضارب فوق هون، او بتعملوا مثل فيرتيكال لاين على ماينس 1 يضرب بالكيرف هون، نقرا على الواي هي قديش؟ 6. اف اوف ماينس 1 بيطلع 6. اوكي اف اوف 0 هيدي 0 تو 100% بنعمل هون عفوا فيرتيكال لاين بيضرب هون بالكيرف، والنقطة اللي ضرب فيها عندها الواي اللي لها هي 2. اوكي طيب اف اوف 1 100% نفس العملية بنعمل هوريزون عفوا كمان فيرتيكال لاين، اوكي بيضرب هون بالكيرف، والنقطة اللي هون هي اذا تلاحظ الواي اللي لها هي 4. اوكي خلصنا من الافات، هون هيك بيطلعوا على الرسم. اوكي بنبلش بالاف برايم، خلينا نبلش بالاف برايم اوف 2، هيدي 2 بدي الاف برايم على 2، بلاقي ان عندي هون ماكسيموم 100% برافو لانه هوريزونتال، هذا سبب وفي له انه عندي ماكسيموم او عندي اكستريموم. اوكي وهي بمعنى ثاني بس ما عندي اكستريموم يعني ماكسيموم او مينيموم اجباري يكون عندي هوريزونتال تانجنت. اوكي فهون في حدود 0، فيك تحط السبب انه عندي هوريزونتال تانجنت
أو فيكم تقولوا إنه عندي اكستريموم ليه صح. أوكي طيب، لهون في حد عنده شيء مش مفهوم ومكفي؟ أوكي نوصل لآخر وحدة الأف برايم للماينس 1. أوكي هذا الماينس 1 منتبه عم طلع الأف برايم، شو رأيكم فيها هيدي؟ شو يمثل لي؟ سلوب لتي برافو، سلوب لتي هي بشكل عام سلوب لتانجنت ات اكس ايكوال ماينس 1. اوكي هو تي، او بتقول سلوب اوف تي، ما في داعي تحطوا هاي كلها، بس هون كنت عم ذكر اني بس تعريف الاساسي، بتقول سلوب اوف تي، تي هو بيكون التانجنت على النقطه اللي هي مرسوم اياها. اوكي ماشي، هو سلوب لهيدا التانجنت. اوكي هيدا التانجنت تي بيطلع له هلا السلوب، اي قاعده ممكن تطلع على السلوب؟ واي للبي ماينس واي للاي على الاكس للبي ماينس اكس للاي. فتش عن نقطتين موجودين على هذا الخط، هني موجودين اعطاني اياهم بي و اي. اوكي الاي عندك كوردينيتس ناقص 1 6. اوكي والبي برايك قديش عندك كوردينيتس؟ 0 ماينس 3. مظبوط 0 ماينس 3. اوكي وبطبق القاعده تاعت السلوب العاديه اللي هي واي ناقص واي على اكس ناقص اكس. اوكي هلا فيكم تحطوا واي لبي ناقص واي لاي، بس المهم يكون اذا حطيتوا فوق واي لاي تحت يجي اكس لاي. اوكي فيكم تقلبوهم ما في مشكله، اهم شغله اذا فوق واي اي تحت اكس اي، وفوق على طول الواي تحت على طول الاكس. اوكي فبنحسب وننتبه شوي بس للكلكوليشن، واي للاي في 6 والواي ل بي هي ماينس 3، ما بننتبه هيدي ماينس تاعت القاعدة وهيدي الواي لل بي هي ماينس 3، تحت الاكس ل اي هي ماينس 1 والاكس ل بي هي 0. اوكي نحسب هون رح يعطيني 6 بلس 3 يعطيني 9، وتحت بيعطيني ماينس 1 بيطلع ماينس 9، الاغلب بيطلع معه هيدي الشغلات صح. اوكي خلصنا الى التانجنت اللي بعده، اللي فايند ذا ايكويشن اوف ذا تانجنت تي، هذا اللاين تي اللي عندي هون هو تانجنت. اوكي بدي طلع له الايكويشن، شو هي الفورم بشكل عام لهذا الايكويشن بتكون؟ مظبوط اوكي هلا هون الايكويشن في انتو مخيرين، اوكي فيكم تستعملوا الاي فيكم تستعملوا البي، فيكم تحطوا واي ماينس واي لبي equals slope ل t x minus x ل b، ما في داعي تلتزموا والله بس بال a. هلا ليش مرات انا بفضل ال b؟ لانه ال b فيها coordinates 0 minus 3، يعني فيها بال coordinates واحد منهم 0، فيها بيسهل عليكم calculation. هلا بيستعمل a صح اللي بيستعمل b صح، يعني بوصل نفس النتيجه. هاي استعملت على كل الاحوال ال a. اوكي بس هون حبيت مرقها ملاحظه اذا حدا هيك انتبه بعدين المرق معنا صغار، في استعمل حيالها نقطه بس المهم يكون الخط مارق فيها. اوكي يعني في استعمل A في استعمل B في ما في أي مشكلة، لأنهم بيعطوني نفس الجواب، بس الفرق إذا استعملت هون ال B إذا بدكم بيعطيني calculation أسهل شوي. بس هي القاعدة العامة Y ناقص Y للنقطة equals slope X ناقص X للنقطة، وبختار نقطة بديها A أو B. هلا نحن بنختار هون ال A. أوكي ال A بتذكر فيها ال X لل A هي معنية ناقص 1، عم نستعمل النقطة اللي هون، وال Y لإلها هي 6. أوكي والسلوب طلعناه بالفرع اللي قبل طلع معنا 9، عفوا ماينس 9. اوكي سمع كل شيء مع الواي مع السلوب مع الاكس، وعوض بس بدي انتبه للكالكوليشن بشكل. اوكي طب صار عندي واي ماينس واي للاي يعني ماينس 6. اوكي بيرجع ايكوال سلوب هي ناقص 9 اكس، هون بدي انتبه شوي ماينس مع ناقص 1 رح تصير بلس 1. اوكي بس اللي بدي انتبه. طيب حد عنده شيء مش مفهوم قبل ما كفي؟ هلا هون الغلط شوي شائع بيناتكم، طلع انه ناقص 9 ضربوها بالاكس بس نسيتوا تضربوها بالواحد، بس هي ما ننتبه. اوكي بس الفكره الاساسيه تاعت القاعده ماشي الحال فيها ما فيها شيء. فهون بصير عندي ماينس 9 اكس ماينس 9 بتيجي ناقص 6 بتصير بلس 6، بيطلع معي جواب النهائي الايكويشن بهيك الشكل. اوكي طيب حد عنده شيء سؤال هون؟ طيب هيك طلعنا الايكويشن للتانجنت. الفرع اللي بعده هو كان اخر شيء عم نقول اياه بالفرع، ف
find the number of solution of each transforming equation will معظم يكون حلصة. Okay. طيب هيدا الكيرف خلينا نبلش بأول equation هي f of x equal 3. Okay. بالعادة نحن شو بنعمل لنعرف كم solution عندنا graphically هون نعمل horizontal مظبوط نعمل هيدا الهوريزونتال لاين شفتوا على 3 إذا لاحظتوا عملت هوريزونتال لاين على 3 y هي 3 أوكي عم بحل عيني هالإيكويشن y بالنسبة لي هي 3 فبعمل هوريزونتال لاين بهالشكل وبطلع على هالهوريزونتال لاين اللي رسمناه فبتقدروا ترسموه إذا عندكم رسمة كانت بين إيديكم على الكتاب أو على السؤال ترسموه برصاص باللي بعطش بتشوفوا بكم نقطة قطع الكيرف اللي بين معكم كم نقطة مظبوط 3 بوينتس هيدي نقطة والتانية هي 3 اوكي هذا الخط قطع الكيرف بثلاث نقاط فبقول له انه هذا عنده 3 بوينتس يعني 3 سوليوشن اوكي برجع بقول هون بس شغلة صغيرة هيدي الجملة اللي هون ما في داعي تكتبوها اذا بدكم بس اهم شيء تقولوا له فرام جراف عشان يعرف بالضبط شو اعتمدتوا بتكونوا راسمين اللاين ما بتمحوه اوكي بتقولوا له ذا نمبر اوف ذا سوليوشن اوف ذا ايكويشن اف اكس ايكوال 3 واذا بتحبوا تفصلوا بتقولوا ذا هوريزونتال لاين واي ايكوال 3 قطع الكيرف بثلاث نقاط يعني صار عندنا 3 سوليوشن اوكي طيب نوصل للي بعده اللي هو اف اكس ايكوال 1 هذا الخط رح شيله عشان ما ينشال الرسمه اوكي بدوش ينشال طيب اف اكس ايكوال 1 كمان هون نعمل هوريزونتال لاين مظبوط وان سوليوشن نعمل الهم الوان اوكي بيطلع معي قاطع الكيرف نقطة واحدة اللي هي اوكي فبيطلع عندي وان سوليوشن اوكي طيب هل المشكلة فين هون؟ هلا نوصل للأفضل أني ما كنت أعطيكم اليوم بالفرق، أوكي؟ بنبلش بسؤال رقم 5. هون بننتبه شوي، قبل كنا عم نحل هون في فرق بين اللي الفرق اللي قبل بيشبهوا شوي بعض، بارت 4 وبارت هيدا. بس الفرق الوحيد إنه هيدا inequality مش equation، أوكي؟ هيدي كان equal، هلا بنحكي فيها نعمل الرسم، أوكي؟ كمان كيلو على الجراف لا نسولف ولا كالكوليشن ولا شيء، بس علينا نعرف نقرا الجراف مظبوط، أوكي؟ هنبلش بأول واحد. عامل لي solve each of the following inequalities أول part f of x أصغر من 2 يعني بمعنى تاني شوف لي هذا الكيرف وين البارت اللي له أو الجزء منه بمعنى تاني اللي بيكون تحت الاثنين تحت الاثنين يعني y equal to أول شغلة بتعملوها أساس كمان تعملوا horizontal line على y equal to هذا horizontal line على 2 أوكي هذا y equal to اللي هو horizontal أوكي بتطلع يعني بالانيكواليتي بدي جزء من الاف يعني هو جزء من السي اللي بيكون تحت 2 يعني هذا خط الفاصل من هو جزء من الكيرف اللي بيطلع تحت 2 هل هذا اللي فوق هيك هل هو بارت 1 او هو بارت 2 فهمت علي شو قصدي؟ مظبوط نحن بس عملنا هذا الهوريزونتال لاين قطع الكيرف لجزئين جزء فوق الخط وجزء تحت الخط هذا الجزء اللي فوق الخط اللي ببلش هيك بينزل وبيرجع بيطلع وبيرجع بينزل وبوصل لهون هذا اول جزء قصدي في بارت 1 والبارت 2 هذا اللي بضله نازل نزول لتحت اوكي هلا انا بتطلع بالانيكواليتي عم بيقول لي بده اياه يكون اصغر من 2 طيب نحن هذا الحد الفاصل y equal to اتفقنا انه هذا اللي تحت من هون لنزول هذه أول خطوة نحن ما نلاحظها، أوكي؟ هذا جزء من الكيرف حددناه، بس نحن ما بنحدده هيك بس، بنحطه بشكل انترفال وبقراه على الإكس، يعني هذا جزء من الكيرف بتطلع من أي إكس بلش لأي إكس عم يخلص. خلينا نبلش بأي إكس بلش. هذا الكيرف، هذا جزء من الكيرف اللي علمت لكم إياهم بالموف. كانترفال، ببلش من أي بارت من الإكس. اي عدد او اي نقطة؟ 3 مظبوط 100% كاكس 3
الاكس 3 بلش من اكس ايكوال 3 هيدي البدايه. طيب النهايه اللي له بوقف بشي مطرح سالته شوي ماينس هون لا انتبه هون صرت عم تقرا على الواي هون عم نقرا على الاكس على هذا الاكسس بس اوكي انتبه عم نقرا على هذا الاكس اوكي يعني بحط ماينس انفينيتي غلط لانه بكون عم يقرا على الواي. هو ببلش اول نقطه هون اللي هي الاكس اللي هي شو 3 حطينا 3 اوكي بيرجع بينزل بينزل بيسحب. طيب هو عم يسحب الكيرف لتحت هل في عندي اكس محدده من هون لهون فوق عم يوقف عندها شيء؟ لا يعني بلس انفينيتي. لو انه مش مبين كثير انه بلس انفينيتي انه شوي هو بطيء عم يوصل يعني هو كيف عم بيصير الكيرف هيدا x اكسس وهذا y اكسس اوكي هيدا نقطه لنقول 1 2 3 اوكي هيدا اكس بول فيل الكيرف اللي لك شو عم يصير استاذ بنت بلش من هون فوق ال 3 بلش ينزل هيك هو بهالاتجاه شوي اوكي بس لان نحن اللي عندنا هون عم ينزل بشكل بطيء يعني هو عم يقرب بهالاتجاه بالنسبه للاكس اكسس ما عم يوقف على هذا المعيار فعشان هيك نحن حطينا على بلس انفينيتي اوكي لو انه هيك مبين لكم بطيء شوي تقولوا والله يمكن في منهم يقولوا ممكن بوقف على الفور مش مزبوط 100% لانه هو ما حط لي نقطة علم لي اياها خلص هيدا ساحب لتحت بس كثير بطيء ما بيوصل مباشرة لغير على البلس بس هيدا هو الفرق في حدا عنده مشكلة فيها ليش بلس انفينيتي وضحت استاذ طيب هون فهمزة كيرف او فهمزة جراف الجزء من كيف ال y equal ما مش يعني غلطان هون y equal 2 اوكي نحن نشوف ال y equal 2 هي من 3 ل plus infinity اوكي هذا part a اللي هو fx اصغر من 2 نوصل لل part الثاني اللي هو fx اكبر من 6 هون بس عم زيد انه اذا حدا بحب يكتبها بالتفصيل مهم لانه السوليوشن صار هيك فيكم توقفوا هون ما في مشكله يعني الحل بيوقف هون اذا بدكم فيكم تزيدوا هون اذا بدكم ما في مشكله. طيب البارت اللي بعده عند ال اف اكس اكبر من 6 نفس العمليه استاذ بيجي عند الواي اكسس ليش هون عم بستعمل واي اكسس؟ لانه هون عم قارن مع الاف اكس والاف اكس هي عباره عن مين؟ عباره عن هون اوكي فبيجي لعند الواي اكس بحدد وين الستة هي بعمل هوريزونتال لاين على 6 يلا ببين لكم هذا بلون ازرق هذا واي ايكوال 6 اوكي وبتطلع انا بالانيكواليتي هو بده اياها اكبر من 6 ولا اصغر من 6 حسب ما طالب مني بالبارت بي نحن عملنا هذا الهوريزونتال لاين صح؟ هذا الازرق اللي هون اللي هو y equals 6 اوكي هذا horizontal line بين عندكم بالازرق قطع كيرف بنقطتين عفوا ب 2 parts هذا البارت اللي فوق هذا جزء شوي مش مبين كثير اوكي يعني الرسم مش ما في وسط حط بعض اكثر من هيك وفي الجزء اللي تحت الستة اللي هو هيدا اللي بيسحب هيك وضل مناسب لاخر شيء اوكي فهذا بارت 1 اللي فوق بارت 2 اللي تحت انا بدي حسب الانكواليتي اللي بدي اف اكس اكبر من 6 برايكم اي جزء من الكيرف هل هو اللي لونه بالاحمر فوق اما هو اللي لونه بالموف تحت هو اللي بيكون اكبر من 6 اي جزء من الكيرف في فوق اللاين بعدها مش واضحة حساس بقى اجي لكم فكرة بشكل كتير مختصر بس اوكي نحن عملنا هيدا الخط هيا هيدا على الواي ايكوال 6 اوكي نحن الكيرف لانه هو هذا بالاسود اوكي بعد ما عملنا هذا الخط الهوريزونتال على الرقم 6 هو y equals 6
اوكي هلا صرنا بهذا البار بي عشان كملنا على الواي كوس 6. اوكي عم بيقول لي بدي الاف اكس تكون اكبر من 60 جرافيكالي. شو يعني هي اكبر من 60؟ بعمل منها هذا الخط الهوريزونتال اللي شفتوه هون اوكي على الواي كوس 60، بدي جزء من الكيرف اللي بيكون اعلى من هذا الخط الاحمر. نحن الكيرف لقينا هو هذا الجزء الاسود، هذا الكيرف مفهوم الاسود، في جزء منه تحت الاحمر في جزء منه فوق الاحمر هو هيدا. اوكي في هذا الجزء اللي هون اللي هو فوق الأحمر. اوكي يعني هذا الخط او هذا الجزء شوي اللي مبين فوق مش مبين كله الرسمي لهون هي وصلت. اوكي هذا الجزء اللي بيكون عندي اكبر من 6 اللي هو هون، مش الحال هو اكيد هو بكفي الكيرف لفوق وعم بوقف لهون. حد عنده شيء مش مفهوم اما كفي؟ طيب هذا الجزء اللي هون اللي هو اتفقنا عليه اكبر من 6 برايكم ك اكس وين ببلش وين بينتهي؟ ببلش ماينس 1 هي هذا النقطه اللي هون بدايه له. اوكي وبضلوا رايح على الشمال اكس شمال اللي هي هون بالنسبه للاكس اكسس الشمال على الاخير شو بتكون؟ يعني هو راح يضلوا ساحب هيك للشمال اكثر شمال ماينس انفينيتي. اوكي فبيطلع هو الانترفال من ماينس انفينيتي للماينس 1. اوكي فهون مثل ما كتبنا قبل شوي ذا بارت اوف ذا كيرف. هلا هون ليش حطيت اندر حطيت ابوف؟ ابوف لانه هون الاشاره اكبر من 60 يعني بدي الاعلى من 60 يعني ابوف. اوكي هي مناسب انفينيتي للواحد. اوكي وفي ما اكتب هذا اللي تحت فيك توقف هون ما في مشكله. حدا عنده شيء مشكله هون استاذ مكفي؟ اوكي طيب هيدا بالنسبه للانيكواليتي. بارت 6 بيقول لي draw the table. اي مالك تبهت من شفت راح عندك الكهرباء او شيء ما في مشكله. طيب بس بالنسبه للجزء اللي قبل قصدي في غلط عندي كمان مثل هذه، هذه مش واحد هذه ناقص واحد. يعني هي بتطلع ماينس انفينيتي لماينس 1 انا هون مغلط. اوكي من العدد هون ناقص واحد هي النقطة اللي هون فوق الكيرف او فوق الكيرف اللي فوق الواي كوال 6 هو هيدا لو ببلش من ماينس انفينيتي مع اكثر شمال لعند ناقص واحد هي هون وانتهى عند هيدي النقطة هي ناقص واحد. هي نقرا الكيرف من الشمال لليمين، هذا الكيرف اللي رايح على الشمال بهالاتجاه اكثر شمال ماينس انفينيتي ضل ونازل وصل لهالنقطة اللي هون عفوا والاكس لهالنقطة هي ناقص واحد. هون بس في غلط بالانتربل ناقص انفينيتي ماينس 1. اوكي طيب هلا قد ما قدرتوا تلاقوا افكار بهذا الايكواليتي ماشي الحال ما في مشكله فيه، بيهمني هلا التيبل اوبريشن اكثر. بين اللي درو ذا تيبل اوبريشن هلا احنا مش رسمين بالمره تيبل اوبريشن بس راح اعطيكم ستاندرد فورم للتيبل ونحن وياكم هلا من نعبيه. بما ستيبل اوبريشن سيلز هو عباره اكس تحت الاكس برايم تحت الاف برايم اف على طول هون شفتوا هو ثلاث اشياء ما بيتغير على طول مؤلف من اكس اف برايم اوف اكس اف اوف اكس. اوكي هذا تيبل اوف فاريشن. هلا كيف بنعبي الاكس كيف بنعبي الاف برايم كيف بنعبي الاف هلا نحن بنقرا هذا. اوكي ما بدهم شيء. هلا الاكس بتطلع عني اول شيء بالكيرف اللي هو هذا الاسود. نحن كل شيء بالتيبل هو بيختصر كل شيء عن الكيرف يعني هو بيقرا لي الكيرف شو عم يعمل. اوكي بيقول لي وين عم بيطلع وين عم ينزل عنده ماكسيموم عنده مينيموم كل هول المعلومات موجودين عندي اياهم بشيء اسمه تيبل اوبريشن. خلينا نبلش نحن وياكم بالاكس. بالاكس يعني اول شيء بتطلع بحدود الكيرف. هذا الكيرف ببلش باقصى شمال اللي هو هون واقصى يمين هون. ما تنسوا نطلع نحن بالنسبه للاكس اكس هذا الاكس اكس يعني بمعنى تاني الدومين لهيدا الفانكشن. برايكم الدومين وين بلش لوين خلص؟ ماينس 1 بلس انفينيتي
ماينس مش 1 ما ننتبه شوي لانه هي هون ما وقف الكارثه ضل مكفي ماينس انفينيتي وهون ما يعني ماينس انفينيتي مضبوط وهون اول شيء بحط ماينس انفينيتي اعتبره نزل كمان هون عم ضل ينزل عم يقرب باتجاه البلس انفينيتي ما عم يوقف هلا اوكي ما تغشكم الرسمه والله هون شوي قريب على 4 هون شوي قريب على 3 لا طالما ما حددتكم عشان ما تضيعوا طالما ما حط لكم هيك ما حط لكم هون هيك نقطه هلا لكم اياها مثل هون مثلا عامل على البي او هون عامل على الاي اوكي ما حددتكم هون على نقطه الطرف لكم هذا بيوقف هون خلص باختصار بتطلعوا انتوا هذا عم يسحب عندي نقطتين عم يسحب على جهه الشمال يعني ماينس انفينيتي هون ما اصلا ما كان في عنده نقطه عم ضل يسحب لتحت وعم بيروح على جهه اليمين وهو بلس انفينيتي اوكي فاول شغله بتعملوها بتطلعوا هذا الكيرف من وين ببلش لوين بينتهي هو مبلش من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي حدا عنده مشكله فين هون شفتوا له تقروا بس من الشمال لليمين من الشمال هو هيدا القطعة من الكيرف ببلش فيها هي اساسا عم تضل طالعة هيك لفوق عم بتروح باتجاه الماينس انفينيتي عشان هيك حطينا نحن هون ماينس انفينيتي بنهاية الكيرف عندي هيدي القطعة اللي بتضلها تنزل وهي نازلة عم تقرب باتجاه البلس انفينيتي عشان هيك هون حطينا نحن بلس انفينيتي اوكي يعني بتطلع ببداية الكيرف وبنهاية مش الحال أول شغلة فيها اوكي طيب ثاني شغله بعد بدي اعبيها بالاكس بتطلع انا بهالكيرف وانا عامل مينيموم وماكسيموم اوكي كم مينيموم ماكسيموم او كم اكستريموم عنده هذا الكيرف تو مزبوط خلينا نبلش باول وحده اللي هي هون وثاني وحده هون خلينا نبلش بها بهالنقطه اللي هون بتطلع بالاكس لها قديش الاكس لهيدي النقطه زيرو زيرو حط زيرو هون اوكي هيدي اجت من المينيم اوكي طيب هيدي النقطة قديش الاكس لها؟ نعم اوكي شو الحال؟ هيدي اجت من الماكس فدايما كيف بعبي الاكس؟ اول شيء اكس اف برايم اف بنحطه الاكس هيك بنحطه بنحط اول شيء ونبلش الكيرف وانتهى يعني ماينس انفينيتي بلس انفينيتي بحالك وبعدين بتطلع اذا عندي مينيموم ماكسيموم بتطلع بالاكس اذا ما عندي ما بحط شيء بيبقى عندي بس ماينس انفينيتي بلس انفينيتي اوكي طيب هل عندي سؤال قبل ما اكفي بالاف برايم دغري على زيرو اتفقنا انه عندنا اكسيموم او عندنا مينيموم قديش بتكون قيمه الاف برايم على هذه النقطه؟ زيرو قديش الفاليو لها يعني؟ زيرو فهم بتحط على هذه زيرو وهيدي زيرو ليش؟ لانه هودي مينيموم وماكسيموم ودائما على مينيموم والماكسيموم الاف برايم بتكون زيرو اوكي لهون حدا عنده شي مشكله؟ نحن خلصنا الاكس حبينا كل معلومات الاكس عم نبلش بالاف برايم اول شغله بتطلعوا فيها بالاف برايم على المينيموم والماكسيموم هن الزيرو والتو بحط زيرو بزيرو انه هون بتسافر عن الاف برايم اوكي هلا الاف برايم علي يعبي الاشاره بس يعني بعبي بلس وماينس كيف تيبل اوف ساين نفس الشيء اوكي هلا كيف بعبي اول شيء بتطلع باول جزء منه ماينس انفينيتي لزيرو بيجي لعند الجراف عم بلش من ماينس انفينيتي لزيرو يعني بيطلع لهون هيدا زيرو هون ماينس انفينيتي نحن عم نقرب من ماينس انفينيتي باتجاه الزيرو برافو بتطلع بالكيرف شو عم يعمل ديكريزنج يعني شو بيكون اشارة الاف برايم هون؟ نيجاتيف اوكي نيجاتيف بعدين نقرا من الزيرو للتو هاي الزيرو للتو بتحطوا هيدا الزيرو وهيدا التو يعني هيدا النقطة اللي هون النقطة اللي هون من هالنقطة اللي هون للنقطة اللي هون شو عم يعمل الكيرف؟ عم يطلع ولا عم ينزل؟ انكريز مضبوط اول شيء كان ديكريز بعدين increasing increasing يعني شو بتكون اشاره الاف برايم من 0 ل 2 بلس اوكي اخر شيء من 2 ل بلس انفينيتي هيدي 2 ل بلس انفينيتي يعني هذا جزء من الكيرف اللي هو مبين لكم انه decreasing يعني الاشاره هون شو بتطلع اوكي
هذا المشكلة في ايدي. سألكم بين الرسم بعد قدامكم ولا راح الصورة؟ إذا بطء شوي مثلا. الصورة بعد بين قدامكم أستاذ؟ إيه بعد. إيه بعد. أوكي. طيب. عنده مشكلة فيها هيك بقى فاهم كيف عبينيها. أوكي. يعني هون تعبوا الإشارات ماينس بلس ماينس. هلا بالاف بكل بساطة وهذا شيء عند الماينس بحط سهم نازل، اوكي عند البلس بحط سهم طالع، هنا عند اليمين شو بحط سهم نازل. اوكي يعني لاحظتوا الاكس عبينا كيف بلش الكيرف وانتهى والمينيم والماكسيموم، بالاف برايم عبينا وين هي انكريزنج ديكريزنج حطينا بلس وماينس، وعلى الماكسيموم والمينيموم حطينا زيرو. بالاف عم بتطلع يعني بتحركات الكيرف هلا بالضبط. على الماينس ما هي بس تكون اف برايم نيجاتيف يعني ديكريزنج، على بلس انكريزنج، على الماينس ديكريزنج. اوكي اخر خطوه لا يخلص مع التيبل بدي اعبي الرقم لهون ورقم لهون ورقم لهون ورقم لهون. اوكي طيب دائما ماينس انفينيتي اساس وتلاحظ انفينيتي بنجيبه من الليمت او من الكراف. اوكي من الجراف اذا ما نفترض نحن مش مطلعين ليمت، خلينا نحكي عن الجراف الاكس بتكون رايحه على ماينس انفينيتي. اوكي نحن عم نشتغل على ماينس انفينيتي، يعني الاكس هلا عندي وين رايحه على ماينس انفينيتي، بتطلعني بالكيرف اللي لي شو عم يعمل نحن رايحين على ماينس انفينيتي؟ عم ينزل لا ارجع قارن عم يطلع، لا بنروح بهالاتجاه على ماينس انفينيتي بهذا الاتجاه. شو عم يعمل الكيرف؟ عم يطلع. اوكي هل عم يطلع لحد معين ويوقف ولا عم يضل طالع؟ عم يضل طالع يعني بلس انفينيتي. اوكي هيدا ماينس انفينيتي خلصنا منها. زيرو على شيء مثل ما طلعنا اف اوف زيرو اف اوف تو هن هادي هيك بيطلع. اوكي على الزيرو قديش كانت الاف على الزيرو برايكم؟ تو اوكي ما انتوا بتطلعوا الاكس ايكوال زيرو بتشوفوا الكيرف هون ضارب هون وايلد تو هون بحط تو. اوكي هون عوض لمين؟ لزيرو. هلا بيجي لعند مين؟ لعند التو. هيدي التو هي هون قديش الواي على التو؟ 6 6 100%. اوكي بي عندي اخر شيء البلس انفينيتي، يعني هلا نحن رايحين باتجاه البلس انفينيتي، نحن رايحين على البلس انفينيتي الكيرف شو عم يعمل؟ عم ينزل عم ينزل للماينس عم ينزل. هل وقف للماينس انفينيتي؟ هيدي هي خلص التيك. اوكي هلا اول شيء رح تحسوا بده شغل طويل وقصة طويلة، لا بعدين بتعود عليه هون بيطلع اسهل شوي. اوكي هلا انا حبيت بس مروا هون انه بالفكرة الثانية اللي بندرس رح نشرح بالتفصيل اكثر من هيك، وخصوصا اللي بين معنا قبل الانكواليتي بس اللي تحضير هودي للافكار اللي جاي. اوكي قبل ما يجي هلا اذا في حدا عنده شيء سؤال يسالني، بس انا راح اوقف ما بعرف اكفي اكثر من هيك.